السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيعمل لك ايه؟ لو انت عارف موقع وبتدور على موقع يكون بيعمل نفس الفكرة او نفس الخدمة، ممكن يكون الموقع مثلا وقع فانت بتشوف المواقع البديلة ليه، ممكن يكون مثلا موقع مهم بالنسبة للآثار المصرية فانت عايز تشوف ايه المواقع التانية اللي بتتكلم عن الآثار المصرية. ساعات كتير جدا بيبقى في موقع كويس فانا بدور على حاجة زيه، حاجة شبيهة ليه. مثلا عجبتك فكرة لينكد ان فبتشوف ايه المواقع اللي قريبه من فكره لينكد ان. خلينا نشوف كده لينكد ان، تمام اهو. بيقول لك في مثلا شافه من ناحيه ان ده يعتبر يعني من المواقع اللي هي الناس بتتعرف على بعض، فقال لك الفيسبوك والتويتر والانستجرام وريديت وجاب لك كل المواقع دي، تمام. طيب لا، ده انا عايز اخش، هو مركز على السوشيال نتورك، تمام. ممكن تقول له لا، تبدا تشوف الحاجات الخاصه بالجوبس. هو موفر لي اكستنشن دي بتديني امكانيات اكتر منها، مثلا ان انت ما تشوفش الموقع ده بس، لا تشوف موقع اكتر بكتير. بيقول لك الادامه الجانبيه تقدر ان انت تحملها. هو بيقول ان في على ناحيه الموبايل في كذا حاجه ممكن تحملها، لينكد ان ليرنينج مثلا ممكن تحمله، لينكد ان نتورك، جوب فايندر ممكن تحمله، وهكذا. ده جزء خاص بالايفون وده خاص بالاندرويد. وبيقول لي بقى عدد الزوار في الشهر والكاتيجوري اللي هو موجود فيها، هو يعتبر رقم كام فيها. فهو بيفيدني ان هو بيشوف لي المواقع الشبيهه من المواقع اللي انا متعود ان ازورها. لو جيت انا حتى بيجيب لك اكتر موقع الناس بتدور عليها، مثلا في موقع امازون، تمام. هيقول لك ايه المواقع الشبيهه بالامازون زي اي باي وتارجت دوت كوم واتسي والحاجات دي كلها.